السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي، قناة كوابالاتي شهيوات. اليوم غادي نقدم لكم رغايف معسلين بشكل جديد. صراحة كيجيو لذاذين ورائعين، نتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم. ندوزوا المقادير. بسم الله على بركة الله. سنحتاج الى زلافة كبيرة من الدقيق الابيض، بيضة واحدة، قليل من الملح، ملعقة صغيرة من الزبدة بحرارة المطبخ، ملعقة كبيرة من النشا، 2 معالق كبيرة من ماء الزهر، ملعقة كبيرة من الخل، قبصة من خميرة الحلويات بينك باودر، 2 معالق كبيرة من الزيت. ستجدون رابط الوصفة مكتوبة في صندوق الوصف على موقع www.latichiwat.com، والحليب البارد حسب الخليط غادي نحتاجو غير شوية، ماشي بزاف. بالنسبة للزلافة البنات، انا استعملت هاد الزلافة، نظن كاملين عندكم زلافة ديال الحريرة بهذا الشكل، هذا شوية كبيرة. ندوزو لطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. كيف كتلاحظوا البنات، انا وضعت جميع المكونات في الاناء ديال العجانه، يمكن لكم تعجنوه بيديكم لا مشكله. ودابا غادي الاول غادي نجمع هذا الدقيق وهذا النشا بالبيضه والزيت والزبده، ومن بعد عاد غادي نضيف الحليب شويه بشويه وانا معكم بلا ما ندير عليكم الصداع ديال الماكينه. ودابا البنات كيف كتلاحظوا غادي نضيف القليل من الحليب البارد تنعجن، وغادي نشوف حيت ما بغيناش نحصلوا على عجينه مرخوفه بزاف متماسكه فقط لا غير. كيف كتلاحظوا البنات باقي كنضيف الحليب شويه بشويه باش ما نزقلهاش من ندير العجينه خفيفه بزاف. هانتوما البنات كيف كتلاحظوا بعد ما جمعت العجينه ديالي، ها هي اصبحت متماسكه. دابا غادي ندلكها مزيان مزيان عاد غادي نرجع معكم. دابا البنات بعد ما دلكت العجينه ديالي مزيان، كيف كتلاحظوا حصلت على هاد العجينه هادي متماسكه وشويه رطبه، ما تكون قاسحه ما تكون رطبه كما نقولوا بزاف. دابا غادي ندوز باش نشكلها كويرات صغيره من حجم المشمشه وتكون صغيره كيف كتلاحظوا معايا، حيتاش غادي نديرو رغيفات صغيورين غير بهذا الشكل هذا، غير صغار. مهم قد المشماشه. غادي ندهن البلاطويه ديالي بالزيت وغادي نستف جميع الكويرات اللي غادي نكورهم هنايا حتى نسالي ونرجع معكم. المهم خاصهم يكونوا كويرات صغار قد واحد المشمشة صغيرة ماشي كبيرة بهذا الشكل هذا. ودابا البنات كيف كتلاحظوا بعد ما كورت جميع العجينة اللي كانت عندي كويرات قد المشمشة، غادي دهنتهم بالزيت، غادي نغطيهم بواحد البلاستيك باش ما يديروش هذيك القشره الفوقانيه، وغادي نخليهم يرتاحوا واحد نص ساعه ونرجع معكم ان شاء الله. ودابا البنات كيف كتلاحظوا هاد الرغيفات ديالنا غادي نديروهم في البابور، يعني على نطيبوهم على البخار، ومن بعد عاد غادي نقليهم في الزيت. انا وضعت هنا مقلاه كبيره فيها الماء، كيف كتلاحظوا غادي يسخن ويبقى يطلع البخار، وهذه ما فيها حتى شي حاجه. درت واحد السكل لتحت باش تجيني هذه يعني الفوق ما تجيش في وسط الماء كتعوم. ودابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نسرح هذوك الكويرات الصغار اللي درت وكيفاش غادي ندير نطيبهم ان شاء الله. ودابا كيف كتلاحظوا معايا بعد ما دهنت شويه ديال الزيت في مكان العمل، غادي نحاول انني نسرح هاد الكويرات بلا ما نتقبهم، يعني غير بشويه، راهم كيعطيوك الضوء يعني باش انك تسرحيهم غير بشويه بحال المسمن.
هكذا صغار. انا فضلت انني نديرهم صغار، الا بغيتو ديروه في مقله كبيره كبروا شويه الكويرات، يعني تقدروا ديروهم قد مشمشه كبيره. وهانتوما كيف كتلاحظوا انا درتها بهذا الشكل هذا، وغادي نهزها وغادي نوضعها في المقله، غادي تشوفوا كل شيء ان شاء الله. لا ما ندهن المقله لا والو حيت راها سخونه. هانتوما البنات كيف كتلاحظوا غادي وضعتها في المقله. الحبه الثانيه ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نحطها وكيفاش غادي نسرحها بعد ما وضعتها في المقله. دابا غادي نخليها تطيب على البخار بحال غير بحال الورقه نتاع البسطيله ونحيدها. غادي تشوفوا معايا كل شيء ان شاء الله. هانتوما البنات كيف كتلاحظوا معايا راها صافي، يعني شدت راسها بحال الورقه نتاع البسطيله، كنحيدوها بسهوله. هانتوما بهذا الشكل هذا، وغادي نحطوها في واحد الجانب. وغادي ناخذ وحده اخرى اللي كنت ديجا دايرتها نقرصاها، وغادي نحطها بهذا الشكل هذا. نحاول انني نقادها بسرعه، يعني حيت دغيا كتبدي تتبان. قدوها هكذا شويه بهذا الشكل هذا. وهانتوما كيف كتلاحظوا غادي تبدي عاوتاني طيب بحال الورقه نتاع البسطيله، يعني كي تشوفوها شدات راسها صافي، يعني ما يحتاجش اننا نزيدو نخليوها. هانتوما كيف كتلاحظوا حتى هادي ها هي كتحيد بسهوله. وغادي نوضع واحده اخرى، غادي نواصل بحال هكذا حتى نسالي ونرجع معكم نوريكم الشكل النهائي كيفاش غادي نديروا له باش نقليوه في الزيت. كيف كتلاحظوا البنات بعد ما نحيدوها من المقله، ها هما هنايا انا غادي نوريكم كيفاش كندير لهم. ناخذ واحد الحبه وغادي نطويها بهذا الشكل هذا على شكل مثلث، نحاول اننا نقدوها مزيان باش تجي في المنظر زوينه. وغنخليوهم وحده حتى وحده حتى نساليو جميع الكويرات اللي عندنا، وديك الساعه عاد غادي نبداو نقليو. نتمنى يكون كل شيء واضح، حاجه سهله الصراحه. هانتوما غادي نعاود معكم وحده اخرى هادي. هذا الشكل هذا ندهنوها لا بالزيت ولا حتى شي حاجه، حيت ديجا راه حنا دهنا كويره بالزيت في الاول وقرصناها، يعني غطسنا يدينا في الزيت وقرصناها هذا الشكل هذا. البنات سهله مهله الصراحه، وكيجي لذيذ لذيذ بزاف ورائع، وغادي يصلح لكم في المائده الرمضانيه ان شاء الله. ومبروك عواشركم، الله يدخلكم الله يدخلهم عليكم الصحه والهنا باش تمنيتوا ان شاء الله. دابا البنات بعد ما ساليت جميع الكويرات اللي عندي ودرتهم بهذا الشكل هذا على شكل مثلث وخليتهم حتى ساليت، ودابا غادي ندوز باش نقليهم. غادي نسخن الزيت ونبدا نقلي ان شاء الله. ودابا البنات بعد ما سخنت الزيت غادي نبدا نقلي في الرغيفات ديالي.
هذا الشكل. هذا دائما نبداو بالاوائل حيت كيكونوا باردين. انتما البنات كتلاحظوا كيتنفخوا خصناش نخليوهم وحده تطلع فوق وحده باش يجيونا مقادين. صراحة كيجيو رائعين وما كيجيوش كاع شاربين الزيت. حيت من بعد غادي نديروهم فوق ورق النشاف ونعسلوهم، والتزيين كيبقى دائما اختياري. قبل ما تحمر البنات قلبوها باش تزيد تنفخ، غير واشنو هي حاولوا انكم ما تعواجلكمش. هذا الشكل هذا كتلاحظوا معايا. هانتوما البنات قربت لكم لاكام باش تشوفوا كيف كتلاحظوا. كتلاحظوا معايا ها هما بداو كيتحمروا، كنبقى نقلب فيهم نقلب فيهم حتى يتحمروا من الجهتين. هذيك الساعه غادي نحيدهم. البنات هاد الرغيفات كنت درتهم في الموقع ديالي هذه واحد عامين يمكن او اكثر، واليوم بغيت نشاركهم معكم في فيديو باش المبتدئات يفهموا طريقة اكثر. دابا كيف كتلاحظوا اللي تحمرات غادي نحيدها بهذا الشكل هذا، نضعها فوق ورق النشاف استقطر مزيان، ومن بعد عاد نعسلهم حتى نسالي ونعسلهم. غادي نواصل بحال هكا حتى نسالي ونرجع معكم ان شاء الله. وهانتوما البنات بعد ما ساليت من القلي راني دايرته كيستقطر فوق الكاغط، من بعد غادي ندير تزيين بالعسل او اي مكسر. التزيين دائما كيبقى اختياري ولكن ضروري ديروا فوق العسل. هذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفات ديالنا البنات. الصراحه كيجيو لذادين ورائعين ومرقين من الداخل، مقرمشين وهشاش. نتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم. لا تنسوا تتبع القناه والاشتراك بتفعيل الجرس. انا انتظر تعليقاتكم وانتقاداتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.